السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد ومشروع ميداليتي. النهاردة هنعمل مع بعض الدبدوب الصغنن ده على شكل ميدالية. احنا كنا عاملين البند قبل كده على القناة، وعاملين ميداليات كتير، عاملين سحلفة، عاملين عصفور، عاملين آيس كريم، في حاجات كتير جدا موجودة على القناة. يلا بينا نبدأ مع بعض ونعمل الدبدوب الصغنن ده. يلا بينا نبدأ ونشوف هنحتاج ايه. هنحتاج بقايا خيوط الخيط، طبعا دون انا اشتغلت بيه ما خدش حاجة خالص، يعني ممكن تشتغلي بأي نوع انت عندك، اي بقايا عندك. هنحتاج مقص، وهنحتاج دي عشان نحشي بيها الفايبر، او لو بقلم اي حاجة زي ما تحبي، والفايبر طبعا، والميدالية والعيون الصغننة ديت هقولك انا عملتها بايه في نهاية الفيديو. يلا بينا نبدأ مع بعض، اشتركوا وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. يلا بينا مع بعض نبدأ ونشوف هنعمل الدبدوب ده ازاي. هنبدأ مع بعض ونعمل دايرة سحرية. بنشتغل بالطرف الاكبر شوية، الجنب الاكبر شوية زي ما تعودنا، وبنشتغل بإبرة اكبر بنص درجة من اللي هنشتغل بيها اصلا، بتفرق معنا في الشغل كتير. او لو عايز تشتغلي بإبرة واحدة مفيش مشكلة. عملت غرزة تثبيت، عملت دايرة سحرية وغرزة تثبيت. بعد كده هعمل 6 غرز حشو، 1 2 3 4 5 6. هشد الخيط القصير وهبدل طرف الإبرة، اشتغل بالإبرة الصغيرة. هعمل علامة وهبتدي اشتغل كل الغرز اللي جاية، هشتغلها غرز تزايد. ادي اول غرزة، هتبقى غرزة 2 في نفس الغرزة، تاني غرزة 1 2، تالت غرزة 1 2، ادي رابع غرزة 1 2، ادي خامس غرزة 1 2، ادي رقم 6 1 2. كده انا عملت تزايد في كل الغرز. هشيل العلامة وابتدي اشتغل على 12 غرزة اللي انا عملتهم. هشتغل اول غرزة هعملها حشو، تاني غرزة هعملها تزايد، هشتغل باقي السطر كله حشو تزايد لاخر السطر، هكمل السطر وارجع لكم تاني. كملت السطر حشو تزايد، كده بقى معايا 18 غرزة. هشيل علامة وابتدي اشتغل على الغرز تاني. ادي اول غرزة، السطر اللي بعده غرزة 2 وبعدين تزايد. هنكمل السطر كله غرزتين حشو تزايد، 1 2 تزايد. هكمل السطر كله بنفس الطريقة. كملت السطر 2 والتالتة تزايد، بقى معايا 24 غرزة. السطر اللي بعده غرزة حشو 2 3، والرابعة هيكون فيها التزايد، 1 2 3، والرابعة تزايد. هنكمل السطر كله بنفس الطريقة. كده خلصت السطر 3 والرابعة تزايد. انا كده الحجم اللي انا عايزاه كده انا هعمله ميدالية صغيرة. لو انت عايزاه اصغر من كده، اول حاجة مثلا ما تعمليش السطر اللي هو 3 وواحدة تزايد، يعني وقفي لغاية 2 والتالتة تزايد، او اشتغلي بخيط ارفع من ده، تمام. ولو عايزة تكبري هتمشي بنفس طريقة الدايرة، وطريقة الدايرة موجودة معاكي على القناة. السطر ده هعمله حشو بدون اي تزايد او تناقص، هعمل 4 اسطر حشو بدون تزايد او تناقص على 30 غرزة. هكمل 4 اسطر وارجع لكم تاني ونشوف هنكمل الدبدوب الميدالية بتاعنا ازاي.
خلصت كده الاربع اسطر الحشو بدون تناقص او تزايد. دلوقتي هبتدي اعمل التناقص. هعمل اول غرزة، واحد اتنين تلاتة، وبعدين هعمل تناقص. التناقص هعمله ازاي؟ في ثلاث طرق للتناقص. هعمل الطريقة العادية اللي هي باخد غرزة وباخد غرزة واطلع بيهم كلهم، ده طريق التناقص. الطريقة التانية ان انا باخد الطرف الامامي من الغرزة دي وباخد الطرف الامامي من الغرزة دي وبعمل تناقص. الطريقة التالتة وبرضو ترجع لك انت الطريقة اللي انت حابة تشتغلي بيها. الطريقة التالتة ان انا باخد الطرف الامامي من الغرزة اللي بعد دي، وبعدين باخد الخلفي من اللي بعدها، تمام، وبعمل غرزة تناقص. خلاص هشرحها تاني. دي واحد اتنين تلاتة، وهعمل تناقص. هاخد بالغرزة، هاخد الطرف الامامي من الغرزة دي والطرف الخلفي من الغرزة اللي بعدها وبعمل تناقص. دي طريقة سهلة وبتديكي نتيجة افضل واحسن. هنكمل السطر تلاتة تلاتة تناقص تلاتة تناقص لنهاية السطر. كملت السطر تلاتة تناقص، دلوقتي هنعمل اتنين تناقص. واحد اتنين، والتناقص هياخد الحلقة الأمامية من الغرزة دي والحلقة الخلفية من الغرزة اللي وراها. يبقى أنا كده عملت اتنين تناقص، وهكمل السطر بنفس الطريقة اتنين تناقص. كملت السطر اتنين تناقص، دلوقتي هنبقى حشو تناقص. غرزة حشو وغرزة تناقص. غرزة حشو وغرزة تناقص. هكمل السطر حشو تناقص لغاية الآخر، وهحشيها فايبر، وهنشوف السطر اللي جاي هنعمله ازاي. خلصت السطر وعملت حشو تناقص. اخر سطر دلوقتي معايا هيبقى كله تناقص. هنعمل كله تناقص. تناقص. كله تناقص. هكمل السطر كله تناقص ونرجع نشوف هنعمل ايه تاني في الدبدوب. كملت كده السطر تناقص وخليت الخيط طويل شوية. عملت ابرة، هدخل كده في الغرز ورا بعضها عشان اقفل الفتحة الصغيرة دي. ومن الفتحة الصغيرة ديت انا عملت حطيت فايبر، حشيتها كويس عشان راس الدبدوب تبقى مليانة، ما تبقاش فاضية، بتتملي جامد بالفايبر. وبشد كده اهو، بدخل فوق كل غرزة غرزة اهو، الغرز اللي هي الاخيرة اللي هما 6 غرز الاخرانيين دول، بدخل في الفراغات عشان اشد من غير ما يحصل كلكعة في الشغل ولا حاجة. تمام، بس كده اتقفلت الفراغ اللي موجود ده، اتقفل خلاص. بطلعه من فوق كده، خلاص وبنزلها تحت. هي مجرد ما بتعدي في وسط الفايبر فبتمسك نفسها، الخيط بيمسك نفسه، والفايبر هو اللي بيعاكس. خلاص كده اهي الدايره بتاعتنا بتاعت الراس كده خلصت. هخلي الخيط الطويل ده موجود عشان نشبك بيه الجسم والراس مع بعض. يلا بينا نعمل الجسم تاني مع بعض.
هنبدأ مع بعض نعمل الجسم، هو بنفس طريقة الراس بالظبط مع اختلاف حاجات بسيطة جدا عشان يبقى حجمه أكبر، حاجة بسيطة مش كبيرة، يعني الفرق مش كبير قوي بين الراس والجسم. هبتدي أعمل برضه، عملت دايرة سحرية وهعد 6 غرز حشو، 2 3 4 5 6، وزي ما قلنا هنبدل الإبرة للأصغر وهنشد الخيط الصغير ونحط العلامة بتاعتنا أو الماركر لو تحبي، وهنبتدي نعمل تزايد في كل الغرز. أول غرزة هعملها تزايد أهي، أول غرزة بتبقى صعبة شوية أهو، أدي 1 تزايد، هكمل تزايد زي ما عملنا في الراس بالظبط، هكمل كل الغرز تزايد عشان الفيديو ما يبقاش طويل عليكم. كملت السطر كله تزايد، في السطر اللي بعده هيبقى حشو تزايد، أول غرزة حشو والغرزة اللي بعدها تزايد. هنكمل السطر كله حشو تزايد لآخر السطر. كملت السطر حشو تزايد، بقى هنعمل 2 حشو تزايد، 1 2، ورقم 3 هيكون فيها التزايد. هنكمل السطر كله 1 2 3 تزايد، كل السطر بنفس الطريقة. كملت السطر 2 والتالتة تزايد، دلوقتي هعمل 3 والرابعة تزايد زي ما عملنا الراس بالظبط، هيختلف في الجزء اللي جاي بقى بعد كده هنشوف هنعمل ايه. ادي 2 3، طبعا انتي لو كبرتي حجم الراس يبقى هتكبري حجم الجسم عشان يبقى فيه تناسق. 1 2 3 والرابعة بنعملها تزايد، 3 والرابعة تزايد. كملت كده السطر، كده السطر الأخير زي الراس بالظبط، وهرتفع برضو 4 أسطر حشو برضو. لو انتي زودتي يعني زودتي العدد وكبرتي يبقى انتي برضو هتعملي عدد من الأسطر الثبات ديت أكبر من الـ4 أسطر، بمعنى ان انتي مثلا لو زودتي السطر اللي بعده عملتيه مثلا 4 والـ5 تزايد يبقى هنا هنعمل 5 أسطر حشو، وهكذا بنفس الطريقة. تمام، هكمل انا الـ4 أسطر وارجع لكم تاني. خلصت كده الـ4 أسطر اللي هما الثبات بدون اي تزايد او تناقص. دلوقتي هنا هنبدأ بقى في التناقص والاختلاف في الجزء الاخير من الجسم، يختلف عن الرأس شوية. هبتدي اعمل غرزة حشو، 2 3، وبعد كده هعمل تناقص. هكمل السطر 3 تناقص 3 تناقص لآخر السطر. كملت السطر 3 تناقص، هنعمل هنا سطر حشو بدون أي تزايد أو تناقص. لو هتزودي سطر تزايد اللي هو زي ما قلت لك هتزودي عشان تكبري الجسم او كبرتي الراس، فهتزودي بحسب التزايد اللي انت عملتيه. زودتي سطر هتزودي سطر تاني، زودتي 2 هتزودي 2 تاني، وهكذا لغاية ما تدي تناسق بين الجسم والراس. هكمل السطر ده بدون اي تزايد او تناقص وارجع لكم تاني. كملت السطر بدون اي تزايد او تناقص، بعد كده هعمل غرزة حشو، 2، وبعد كده تناقص، 2 حشو تناقص لاخر السطر. كملت السطر 2 حشو تناقص، السطر ده هنعمل سطر حشو بدون اي تناقص او تزايد. هكمل السطر فوق كل غرزة
غرزة ونرجع نشوف هنكمل جسم الدبدوب ازاي. كملت السطر الحشو بدون تزايد او تناقص، شايفين الجسم بقى اطول شوية من الراس. دلوقتي هعمل غرزة حشو تناقص لاخر السطر، حشو تناقص لاخر السطر، وهحشيها فايبر ونشوف هنعمل السطر اللي بعده ازاي. كملت كده السطر اللي هو حشو تناقص، وهبتدي اعمل السطر دون حشو بدون اي تناقص او تزايد، وكده تبقى خلص معانا الجسم. خلاص هكمل السطر ده واقفل بنفس الطريقة اللي قفلت بيها الراس، وارجع لكم تاني نشوف هنكمل باقي الدبدوب ازاي. هنبدأ مع بعض نعمل الرجل بتاعت الدبدوب. هنعمل دايرة سحرية، هنعمل بعد كده غرزة تثبيت، ونبتدي نعمل 6 غرز حشو. 1 2 3 4 5 6، ونشد الخيط الصغير ونحط العلامة بتاعتنا، ونبدل الإبرة للأصغر، ونبتدي نشتغل تزايد. أول غرزة هنعملها تزايد، 1 2 في نفس الغرزة. تاني غرزة هنعملها برضو تزايد، 1 2. تالت غرزة هنعملها تزايد، 1 2. ويجي رقم 4 تزايد، رقم 5 تزايد، ورقم 6 برضو تزايد. هنشيل علامة ونبتدي نشتغل السطر اللي بعده. السطر اللي بعده هنعمل اول واحدة هنعملها حشو، دايما اول واحدة بتبقى صعبة شوية، واللي بعدها هنعملها تزايد، 1 2 في نفس الغرزة. بعد كده هعمل غرزة حشو والتانية حشو، ورقم 3 هعملها تزايد. يبقى انا كده عملت حشو تزايد، بعدين 2 حشو، وبعدين تزايد. بعد كده هكمل باقي الغرز، هعملها كلها حشو لنهاية السطر. هكمل لنهاية السطر باقي الغرز كلها حشو. كده يبقى انا عملت بداية السطر غرزة حشو، وبعدين غرزة تزايد، وبعدين غرزة حشو، غرزة حشو، وبعدين غرزة تزايد، وبعدين كملت باقي الغرز عملتهم كلهم حشو. السطر ده هعمله حشو بدون اي تزايد او تناقص. هكمل السطر كله حشو بدون اي تزايد او تناقص، وارجع لكم نشوف هنكمل الرجل ازاي. كملت السطر كله حشو تناقص، حشو كله قصدي بدون اي تناقص او تزايد. دلوقتي هنبدأ نعمل سطر اللي فيه التناقص. هنعمله ازاي؟ فاكرين السطر اللي قبله كان غرزة حشو تزايد، غرزتين حشو تزايد. هنعمل بقى العكس دلوقتي، غرزة حشو وبعد كده تناقص، وبعدين غرزة حشو، وبعدين غرزة حشو تاني، وبعد كده تناقص، عشان نرجع تاني معانا 12 غرزة. هكمل باقي السطر هكمله حشو. بقى كده معايا 12 غرزة تاني. هكمل السطر ده والسطر اللي بعده هعمله حشو، وارجع لكم تاني نشوف هنكمل مع بعض ازاي.
كملت السطر بس رجعت لكم تاني عشان ابدا معاكم السطر اللي هعمله تزايد بدون حشو بدون اي تزايد او تناقص، عشان في ناس بتعتمد على حركة الايد ما بتعتمدش على الكلام اللي انا بقوله. فانا كده هعمل السطر ده حشو بدون تزايد او تناقص، يعني في ناس ساعات مش بتفهم اللهجة بتاعتي وفي ناس يعني بتعتمد على اشارة الايد. فانا كده هكمل السطر كله حشو بدون اي تزايد او تناقص. كملت السطر حشو بدون اي تناقص او تزايد. دلوقتي هعمل غرزتين حشو، واحد اتنين وبعد كده تناقص. اتنين حشو تناقص لاخر السطر، ادي حشو حشو وبعدين تناقص. هنكمل السطر كله بنفس الطريقة، اتنين حشو تناقص لاخر السطر. كملت السطر اتنين حشو تناقص. دلوقتي هنعمل سطر حشو بدون اي تزايد او تناقص، وده هيكون اخر سطر في الرجل. هكمل السطر ونعمل واحدة زيها بالظبط بنفس الخطوات ونرجع مع بعض نكمل الدبدوب. هنكمل كله حشو لآخر السطر. كده خلصت اليد الرجل وعملت واحدة تانية، واحدة فيهم هنخليها فيها خيط طويل وخيط تاني عشان نخيط بيه. كده يبقى خلصنا الرجلين والراس والجسم. هنعمل دلوقتي مع بعض اليد بتاعت الدبدوب. هنعمل دايرة سحرية وهنعمل فيها خمس غرز حشو حشو بس، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، ونشد الخيط القصير ونبدل الإبرة ونجيب العلامة ونبتدي نعمل السطر اللي بعده. هنعمل السطر اللي بعده كله تزايد. أول غرزة ادي واحد، سوري ادي واحد اتنين في نفس الغرزة، تاني غرزة هنعمل برضو فيها تزايد، غرزة التالتة تزايد، الغرزة الرابعة تزايد واحد اتنين، والغرزة رقم خمسة برضو تزايد. كده بقى معايا عشر غرز، العشر غرز هطلع عليهم سطرين بدون اي تزايد او تناقص. هنبتدي نشتغل فوق كل غرزة غرزة بدون اي تزايد او تناقص. هشتغل سطرين وارجع لكم تاني. كملت سطرين بدون تزايد او تناقص على العشر اسطر، على العشر غرز. ايدي واحد حشو اتنين وبعد كده هعمل تناقص. هعمل كده لاخر السطر، اتنين حشو تناقص اتنين حشو تناقص لاخر السطر. كملت السطر اتنين حشو تناقص. دلوقتي هعمل سطرين برضو بدون اي تناقص او تزايد، وبكده يبقى خلصت معانا اليد. هكمل السطرين واعمل واحدة شبهها بالظبط بنفس الخطوات ونرجع نكمل مع بعض باقي الدبدوب. وكده عملت واحدة تانية اهو. كده بقى عندنا الايدين كمان بنحشيهم فايبر، حاجة بسيطة كده بتخلي من فوق ده فاضي عشان نخيط منه. الطرفين اللي من فوق دول بنسيب واحدة فيهم خيط طويل عشان نخيط منه. الفايبر بتحتاجي حاجة بسيطة جدا. هنكمل مع بعض ونعمل الايه، هنعمل الودن. هنعمل برضو دايرة سحرية، كل الودن والرجل والايدين بتبقى عبارة عن قطعتين بنعملهم زي بعض بالظبط.
هنعمل دلوقتي الودن دايرة سحرية. هنعمل 5 غرز حشو. اول واحدة كده بنثبت، بعد كده نعد 1 2 3 4 5. نبدل الإبرة، نحط العلامة ونبتدي نعمل تزايد. أول غرزة تزايد، 1 2 في نفس الغرزة، تاني غرزة تزايد، التالتة الرابعة، كلهم تزايد، هيبقى معايا 10 غرز. واجي الخمسة، كده انا معايا 10 غرز. هشيل علامة وابتدي ارتفع عليهم 10 غرز حشو بدون اي تزايد او تناقص. هنحط العلامة بتاعتنا ونبتدي نشتغل على كل غرزة غرزة بدون اي تزايد او تناقص. هكمل السطر ونرجع نشوف هنعمل الودن مع بعض ازاي. فوق كل غرزة غرزة بدون تزايد او تناقص. كملت السطر حشو بدون تزايد او تناقص. دلوقتي السطر ده هو اخر سطر معايا، هعمل غرزة حشو وغرزة تناقص، غرزة حشو تناقص لنهاية السطر. هكمل السطر كله حشو تناقص وكده تبقى الودن معانا خلصت. هعمل واحدة تانية وارجع لكم تاني. كده كملت الودان بتاعت الدبدوب خلاص. هنعمل بقى مع بعض الديل. الديل هو سطرين بس، دايرة سحرية. وهنعمل 6 غرز حشو، 1 2 3 4 5 6. هنغير الإبرة وهنعمل فوق كل غرزة غرزة. يجي 1 2 3 4 5. يجي 6 كده فوق كل غرزة غرزة. ويجي آخر غرزة هاخدها في اللي بعدها كده وأعمل غرزة منزلقة واقفل واسيب خيط عشان اخيط بيه الديل. هو بيجي معاكي كده مقلوب فانت بتعدليه بطرف القلم، بطرف البتاع اللي انت شغاله بيها دي هتعدليه اهو. اهو اتعدل معانا كده اهو، شايفين؟ هندخل الخيوط، خيط منهم هندخله جوه وخيط هنخيط بيه. بقى هو ده الديل الصغنن ده خلاص. كده هنبتدي بقى نعمل اللي هو الوش اللي بيبقى فيه الانف، اللي هو الرسمة بتاعت الوش بتاعت الدبدوب. هنعمل برضو دايرة سحرية. هرتفع سلسلتين، 1 2، وهبتدي اعمل عمود. اجي عمود 2 3 4 5 6 7 8
تسعة، 10، 11، 12. كده عملت 12 عمود. هلف أشد الخيط الصغير، وأنا عندي السلسلتين، التالتة اللي هي بداية العمود الأولاني هعمل فيها غرزة منزلقة، وبكده الوش أهو خلص معايا. هعمل غرزة منزلقة، هشد الخيط، هسيب خيط طويل شوية عشان أخيطه في الوش. كده الوش اهو خلص معايا، هشد الخيط كده عشان اقفلها. هنجيب بس خيط اسود عشان نعمل الرسمة بتاعت الوش. خلي دلوقتي لما نشبك كل الاجزاء في بعضها ونشوف هنعمل ايه. هنجيب اول حاجة ادي الراس والجسم، احنا سايبين اهو خيط عادي، ابرة عادية خالص او ابرة تنظيف حسب ما تحبي وحسب الحجم اللي انتي شغالة بيه. اهو عندي الجسم هو اطول شوية بس انا بضغطه كده عشان يديني شكل المدور شوية. هاجي كده اهو وهبتدي اخيطه خياطة عادية جدا، كل غرزة معاها غرزة من اللي موجودين هنا كده. تمام، هتبتدي تخيطيه بالشكل ده فوق كل غرزة غرزة. انا خياطة طبعا داير ما يدور كده عشان طبعا ايدي بعيدة، فعشان بس لما ثبت يطلع معايا مظبوط. هكمل الخياطة وارجع لكم تاني. كده شبكت الاجزاء بتاعت اللي هو الراس والجسم، خلاص سبت الخيط ده، يمكن حاجات تنقص علينا من الايد او الرجل او اي حاجة، فيبقى الخيط معانا موجود نقدر نعديه ونخيط بيه. دلوقتي انا بحب ابدا قوي ان اي حاجة اعملها اشبكها الاول بدبابيس وبعدين اخيطها. فانا هقعد الدبدوب بالشكل ده وهجيب الرجل هعملها كده عشان يقعد. تمام اهو كده، وبيجي في الاخر كده هنحط دبوس. بنثبت بقى بدبابيس، نظبط الشكل بتاعنا وبعدين نبتدي نخيط زي ما احنا عايزين اهو. طبعا تخلي بالك عشان ايدك. خلاص كده تمام. بجيب الايدين برضو بنفس الطريقة، حطها في الجنب، هي جنب الراس على طول. خلاص اهو وانتي بتخيطي بقى بتحركي الايد يمين بتحركيها شمال حسب بقى انتي تحسي ان الشكل كده مظبوط، بتروحي سايباها وتبتدي تخيطي. وادي اليد التانية، وطبعا انا بشبكها لكم كلكم وكلها مرة واحدة، لكن انا بعمل مثلا الايدين الاول وبعدين بعمل الرجلين بعد كده، يعني ايه باخد حاجة حاجة. شايفين اهو كده الدبدوب. هاجي اعمل الودن برضو بنفس الطريقة اهو، هنا اهو. خلاص وادي الودن التانية. هبتدي اخيط بقى الشكل كله بالشكل ده اهو، شايفين اهو الدبدوب شكله بقى جميل كده، بس طبعا هظبط الايدين، هي الايدين مش مظبوطه. وهاجي بقى على الوش، طبعا هيتحط هنا فالوش هرجع لكم، بس قبل ما يعني ما اشبكه هنعمل علامه الشنب بتاعه الدبدوب ونركب العينين مع بعض برضو، نشوف هنعمل العينين ازاي. هكمل التركيب دون وارجع لكم تاني. شبكت كده كل الاجزاء، فاضل الجزئية بتاعت الوش بس. احنا زي ما قلنا عملنا دايرة، هنجيب خيط خياطة عادي، بس انا عملته كذا طبقة لانك لو جبتي خيط اللي هو اللي زي دوت او كده هيبقى شكله تخين قوي، مش هيبقى شكله حلو. هنجيب الدايرة دي كده خلاص، هدخل في وسطها. طبعا انا عاملة عقدة من هنا، العقدة بخليها كبيرة شوية عشان ما تعديش من الفتحة. وبدخل من النص، من الفراغ اللي في النص ده خلاص، وهعمل شكل رقم 8 كده. هنزل هنا كده
خلاص هرجع للفراغ تاني. وهعمل شكل 8 تاني اهو. خلاص الفراغ ده هبتدي بقى رايحة جاية بيه بالخيط بالشكل ده كده. هدخل برضو في الفراغ اللي في النص وهبتدي ارجع كل شوية، هروح وارجع كده لغاية ما اعبي الجزئية دي كلها باللون الاسود اهو. ارجع من جنبها او الناحية التانية حسب ما انت عايزة، من الظهر مش مشكلة، ارجعي بالخيط زي ما انت عايزة، بس ما ترجعيش من نفس المكان عشان ما يطلعش معاكي الخيط، فاهم اهو. خلاص هبتدي اشتغل كده اهو عشان ما اطولش عليك، وهكملها بنفس الطريقة كده شايفين اهو. وهنزل هنا تاني اهو، هكمل الحتة الصغننة دي كده وارجع لكم تاني شوف هنكملها ازاي. كملت عبيتها كلها باللون الاسود وطلعت من النص تاني عشان ارتفع بيها بالشكل ده، وادخل هنا في الفراغ ده كده تمام. هرجع تاني من النص وهعملها مرة تانية. لو انت طبعا الخيط تخين ممكن تعمليها مرة واحدة بس وخلاص، بس هقطع الخيط بقى وهبتدي اشبكها هنا كده. خلاص هشبكها وارجع لكم تاني نشوف هنعمل العينين ازاي. ثبت البق اهو تمام، بس لسه عايزه الظابط هظبطه بشمع شويه. إيه شايفين العين دي؟ خلاص انا بطلع اللي هي السودا اللي من جوه وهنحطها هنا كده، هنلزقها بالشمع برضو تمام. هنلزقها بالشمع تبقى بالشكل ده تمام. هلزقها طبعا انا بالشمع وهوريها لكم بعد ما نخلص. وبكده تبقى خلص معايا الدبدوب، هلزق بس العينين وارجع لكم تاني. كده خلصت اهو الدبدوب بتاعنا الصغنن ده ميداليا، هنحط له برضو ميداليا من فوق. استعمليه ميداليا، ممكن تعمليه اكبر من كده، هنشبك الميداليا هنا كده تمام. وانا حابه كمان اعمل له الفيونكه دي، احنا كنا عاملينها على القناه قبل كده، فهنشبكها هنا عشان برضو يبقى شكله جميل، يبقى يعني يدي اي يكسر بس اللون الابيض والاسود اللي موجودين. وبكده نبقى خلصنا النهارده الفكره بتاعتنا بتاعت الميداليا. يا رب تكون عجبتكم. لو عجبكم الفكره دي، لو عجبتكم الفكره قولوا لي بقى نعمل حاجات تانية ميداليات صغيرة زي دي تاني. وما في مجموعة كبيرة جدا على القناة برضو ميداليات، يا رب تكون عجبتكم ان شاء الله وتتفرجوا عليها كلها. وعايزة التعليقات وتقولوا لي ايه اللي عجبكم ايه اللي ما عجبكوش. على فكرة انا كنت معلش غلطت وعملت الانف ديت، عملتها كنت مقلوبة فكان شكلها غريب فرجعت وعدلتها تاني. فعايزه اشوف تعليقاتكم واشتراكاتكم بقى تزيد كده هو انا عشان القناه تكبر بيكم وليكم. كانت معاكم رضا احمد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.